السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس أحمد وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سيودورس. درس النهاردة هنتعلم إزاي نرسم الكون بتاع إشارة المرور أو ترافيك كون على البرنامج على السوليدورس. هبدأ أقول له نيو بورت وأقول له أوكي، وهبدأ أرسم في الفرونت بلان سكتش. هرسم البروفايل بتاع الكون الأول كده، ده كده، وبعد كده مايل بزاوية، بعد كده افقي، وبعد كده رأسي كده، وهقول له سمار دايمنشن ان الطول ده كده وليكن 50 مللي، او خليها اكبر شوية 100 مللي، الارتفاع مثلا 40 سنتي يعني 400 مللي، وخليها مثلا 300 مللي، والجزء ده كده وليكن 10 مللي. هبدأ أقوله feature revolve about center of axis ده، وأقوله صح بالمنظر ده كده، تمام. هبدأ بعد كده أعمل القاعدة بتاعته من هنا، هاجي أعمل sketch هنا rectangle كده بالمنظر ده كده، وأقوله هنا إن الطول ده وليكن 250 وده 250، خليها مثلا 230 و230، وأقول له إيه فيتشر اكسترود على 10 مللي لتحت كده، وأقول له صح تمام. بعد كده ممكن أعمل فلت هنا على 10 مللي كده، وفي الأركان كمان زوايا الأربعة، وأقول له صح. هقول له بعد كده شيل عشان أفرغه من جوه من هنا كده، شيل مثلا على 2 مللي، وأقول له صح كده. أنا عملت إيه الكون بتاعي، هبدأ بس عايز أقطعه كده للتلاتة، فهاجي في الفرونت وأقول له سكتش، ويجي هنا وأقول له نورمال تو، وهرسم مثلا لاين كده وارسم لاين تاني هنا كده، واقول له مثلا سمار دايمنشن ان المسافة من هنا لغاية هنا عايز مسافة رأسية من هنا لهنا كده ولتكن 120، ومن هنا لهنا نفس الكلام برضو 120، وهقول له فيتشر كيرف سبليت لاين على السطح ده، واقول له صح. عملها لي بالمنظر ده كده. طب انا عملت كده ليه؟ علشان بعد كده اجيب في الابيرنس واختار ان الكون كله يكون باللون البرتقاني ده كده، او مثلا احمر، خليها مثلا كده، واقول له صح. واجي هنا اختار ان السطح ده يكون ابيض، واقول له صح على كده تمام، واقول له صح كمان، اقفل ده كده. طيب هاجي بس اعدل الفلت ده، همسح الخمسة ايدجز دول، الأربع ايدجز، وهعمل فيلت تاني يكون مثلا 30 مللي. بس هعمل حاجة بقى، هعمل ان الاتنين دول سبريس كده عشان اعمل الفلت ده واعرف اعمل الباقيين. طب ليه؟ علشان الديزاين تري الشل مش هينفع اعمله، لازم اعمل الدوران الاول عشان السيكنس اللي انا كنت اعمله، يعني لازم اعمل الدوران الاول ده اللي انا عايزه، وبعد كده اروح رافعه فوق الفلت 1 بالمنظر ده كده،
وبعد كده اعمل انسبرس للشيل كده هتظبط معايا. كده هتلاقي الشيل ظبطت. اجي بعد كده اعمل ايه انسبرس ده واحل الايرور اللي كان موجود. انسبرس اشوف الايرور بتاعه فين في السكتش، ماشي اقول له ايديت سكتش. هتلاقي بس ان الدايمنشن عايز اتظبط تاني، مثلا امسح دي وهقول له ان المسافة من هنا اهي لهنا 110، عشان هو كان واخد على ايدج قبل كده وانا ايه شلت له الايدج دي. طيب في ايه تاني فيها غلط؟ contain dimension relation date ال split صح. طيب edit sketch تاني وامسحهم واعملهم من جديد. كده ظبطت معايا الموضوع. ممكن اغير هنا الباك جراوند خليها بلين وايت. كده ده شكل الكون معايا على البرنامج. وده كده كان الدرس بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا بيه. لو حد عنده اي سؤال او استفسار يقدر يبعت لنا صفحتنا على الفيسبوك لارنس دورس عربي، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. شوفوا الدروس الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.